درجة سلام الآن غنشوفو إذن العناصر ديال الحماية المقربة أجاج أجل أصدقاء كوتي كوتي بقاش ما كيعرفوش هو الان كيجري اتصالات هاتفيه دائما كنشوفوا كيف طريقه التامين ديال الشخصيات على الارجل والتشكيلات اللي كيعتمدوا عليها وكذلك داك لافاليز شحال واحد كيقول لي داك الشنطه هي داك الشنطه هي فيها حمايه ياك اللي كانت واقيه ضد الرصاص وضد اي شيء يمكن خطر يمكن اللي يصير فهذه هي الطريقه اللي كيعتمدوا بها الان حمايه الشخصيات الان غنشوفوا كيفاش عناصر الحماية المقربة غيقوموا بالحماية ديال شتي مشي لي غاز بلاص ياك راهي مشي لي غاز بلاص إلا شرطي سي أمين الآن خرجوا من الساحة من بعد ما ريان عيط العناصر تكوين خاص في ميدان الرماية بالرصاص الحي كيكون بشكل ما نقولش يومي ولكن اكثر من خمس مرات في الاسبوع بشكل مستمر كذلك عندهم تكوين رياضي غنسد صديقتها وكذلك القدرة ديالهم على السياقة والتمكن كما سبقت وشرت فهاد الناس هما مستعدين باش يضحيوا بنفوسهم باش يضحيوا بعائلاتهم بوقتهم دائما وكذلك الشخصيات اللي كتقوم بزيارة وطننا الحبيب إذا الآن غيقول باش يحييكم ثم الدور ثم بدلوا التحية من خلال فشكرا وألف شكر كلمة شكر هي كلمة صغيرة حقكم بالنسبه لهذه التجربه اللي دوزت اليوم بالعيد الميلاد تاعي وكانت مفاجاه جد جميله ورائعه وكنشكر الامن الوطني على واحد الفرصه عطاوها لينا بالنسبه لهذه التجربه حسيت براسي شخصيه من الشخصيات الكبار بالاخص ملي نزلت من الطوموبيل كانت تجربه جد جميله ورائعه وكنشكر هاد الناس بزاف على هاد المجهودات اللي كيديروا مجهودات جد جميله ورائعه وكنشكركم انتما بزاف على هاد الاستجواب اللي عطيتونا باش نهضر وشكرا تشكر بزاف على المرأة المغربية فهي حضرة بقوة جانب جميلها الرجل هذه المهنة من نجم المتاعب